ضيح لملم ابو تركي شتات الدار سيفين العدل وبنا خلت الانصاف واسمها بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام متواصلين بحضراتكم مع أشواطنا في هذا المساء من ثاني أيام كأس الاتحاد السعودي للهجن في منطقة نجران وفي ميدان نجران. مشاهدين الكرام انطلاقة أشواطنا مستمرة ومتواصلة بحضراتكم في هذا المساء كما شاهدنا وإياكم أشواط الرموز وتحديات الرموز كما تواجدت مملكة البحرين مع كأس البكار المفتوح ودولة الكويت مع كأس القعدان المفتوح ودولة قطر مع كأس البكار العام والمملكة العربية السعودية تبقي كأس القعدان العام. شاهدنا منافسة خليجية في هذا المساء والرموز تتوزع ما بين أبناء دول الخليج الحاضرين والمتواجدين في هذا التحدي الكبير. ينطلق شوطنا الثامن نسير بحضراتكم مع القعدان اللقاية وتحديات اللقاية. نسير إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط لنتابع وتتابعون البداية الأولى مع المقدمة ومع الصدارة. وتابع حراق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بقيادة خالد بن عبد الله بن شريم المري. من يتابع لنا حراق على المركز الأول. المركز الثاني في مركز الوصافة يتواجد رشيد بن هادي بن غرير العباس مع لهاب على المركز الثاني. والمركز الثالث مشاهدين الكرام أتابع الحضور والتواصل على المركز الثالث عبد الله بن سيف بن خليفة العميمي مع مرتاع يتواجد مع مرتاع على المركز الثالث. ولكن أتابع الاسم المتواجد في هذه اللحظات هنا تواجد هجن أم الزبار مع البصير وزيد بن محسن بن علي بن طيثابة لنديلة. من يتابع هجن أم الزبار بينما خامس الأسماء بدأ التسلل في هذه اللحظات والقدوم مع اللي غير في هذه اللحظات يا أخواني من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى مقدمة الشوط يتسلل في هذه اللحظات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع نواب بقيادة حمد بن محمد الغفراني المري. غير في هذه اللحظات مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط. المركز الثاني هنالك من الجانب الآخر حراك على المركز الثاني يحتل مركز الوصافة وبشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بقيادة خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري مع متابعة ومرافقة مع حراك على المركز الثاني. والمركز الثالث يا أخواني المركز الثالث نتابع اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات مرتاع عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الأشقاء حاضرين ومتواجدين في هذا الشوط على المركز الثالث. والمركز الرابع وتابع معتمد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة سعد بن محمد آل جفران المري. وخامسا من الجانب الآخر أيها المتابعون الكرام رشيد بن هادي بن محسن بن غرير العباس مع لهاب. بدينا وإياكم بالاقتراب نعود إلى مقدمة الشوط 1200 مع مقدمة الشوط نعود إلى صدارة الشوط إلى نواف 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 صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة حمد بن محمد بن سرير. يتابع لنا هذا الشعار بإصرار وعزيمة بإصرار وقوة وإثارة مع مقدمة الشوط مع نواف. لا زال نواف مسيطر مع مقدمة الشوط الكيلو الأخير الكيلو الأخير والقدوم في هذه اللحظات. وصل في هذه اللحظات يا أخواني وتقدم مرتاع 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 على المركز الثاني عبد الله بن سيف
بن محمد بن خليفة العميمي على المركز الثاني، وثالثا حراق يحتل المركز الثالث. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى نواف، إلى نواف لازال مسيطرا مع مقدمة الشوط، نواف ومرتاح هي الثنائية الخطيرة، ولكن لا زال نواف مسيطرا حتى هذه اللحظات، مسيطرا مع مقدمة الشوط، مرتاح 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 يا اخواني. هنا محاولات أخيرة، محاولات النهائية مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة ما بين نواف ولا مرتاح، مرتاح ولا نواف. الله يا الثنائية الخطيرة، مرتاح ونواف، نواف ومرتاح، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، اللحظات النهائية. النوماس وين؟ النوماس وين؟ يبغى ميغادر إلى الأشقة، غير العميم، غير مع مرتاح، عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، السلام والتحايا إلى الأشقة، إلى دولة الإمارات، إلى الأشقاء، إلى الأحباء على هذا الحضور والنوماس والانتصار. تهانينا وألف مبروك لمالك مرتاح عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، خاطفا لنوماس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لهذا الانتصار ولمالك مرتاح عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي على هذا النوماس والانتصار. المركز الثاني نواب بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وثالثا مشاهدينا الكرام المركز الثالث والرابع والخامس نشاهد مع مخرجنا في هذه اللحظات الهواري لإعطاء كل حق حقه في هذا الشوط. نتابع وتتابعون مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مرتاح ومنتزعا لنوماس هذا الشوط، وقاطع مسافة 4 كيلومترات بتوقيت وقدره في هذه اللحظات كما تشاهدون أمامكم على الشاشة في هذا البث الحي المباشر الذي ينقل لنا ولكم وقائع ومنافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن في ميدان نجران وفي منطقة نجران. مشاهدينا الكرام توقيت مرتاح 6 دقائق 12 ثانية و25 جزءاً من الثواني. تهانينا والنماس لعبد الله بن سيف بن محمد العميمي على هذا النماس والانتصار. المركز الثاني نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، 6 دقائق 12 ثانية و83 جزءاً من الثواني. المركز الثالث حراق بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وتوقيت حراق 6 دقائق 21 ثانية 75 جزءاً من الثواني. رابعاً لبصير مع هجن أم الزبار، وخامس الأسماء شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. أيها الحفل الكريم متابعينا الكرام متواصلين بحضراتكم في هذا المساء، لازالت أشواطنا مستمرة ومتواصلة بحضراتكم، كما نهني ونبارك لجميع الأخوة الفائزين في سابق الأشواط وفي قادم الأشواط، متمني لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح. في ظل عزك يا كثير